مشاهدو اكسترا نيوز في كل مكان، تحية طيبة. هذه مدينة شرم الشيخ التي تحتضن مؤتمر التنوع البيولوجي الذي تنظمه مصر في دورته 25، أو احتفالا بمرور 25 عاما على توقيع اتفاقية التنوع البيولوجي. هذا المؤتمر لا يختص أو لا يقتصر على وزارة البيئة فقط، ولكن معظم الوزارات المصرية لها إسهامات بارزة كوزارة الصناعة ووزارة الصحة ووزارة الاستثمار ووزارة الزراعة وغيرها أيضا من الوزارات المعنية والمتشاركة أيضا والمتداخلة في ما يخص التنوع البيولوجي والبيئة. صباح اليوم عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حلقة نقاش قدمت فيها ورقة عمل تخص وزارة الصحة وإسهاماتها في مجال التنوع البيولوجي، ويعني ربما أبرز ما في هذه الكلمة هو كيفية الاستثمار في هذا الأمر. تحياتي يا دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورحب بك على شاشة أكسترا نيوز. أهلا بك. يعني حدثينا إذا تفضلت عن أبرز النقاط التي جاءت في حلقة النقاش التي قدمت فيها ورقة صباح اليوم. حلقة النقاش كان بتجمع ما بين وزراء صحة وبيئة، وإحنا شايفين إن العمل مع وزارة البيئة ومع وأخذ المحددات البيئية فاعتبرنا ده شيء مهم جدا لصحة الإنسان. في وزارة الصحة عندنا في مصر في قطاع كبير لصحة البيئة، سواء كانت التربة أو المياه أو الهواء. قدمنا إيه اللي مصر بتعمله فيما يخص صحة البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي. حلقة النقاش كانت فيها دول كتير جدا، سواء كانت دول متقدمة وأسهمت وعدت في هذا الملف بشكل كويس جدا، أو دول نامية زي بعض الدول الأفريقية. الجديد في الحلقة دي إن إحنا أدركنا والدول أدركت إن لو هو دولة متقدمة وبياخد المحددات البيئية في اعتباره وما ساعدش الدول النامية، هو كمان هيتضر وكوكب الأرض كله هيتضر. وعلشان كده شفنا بعض المداخلات من بعض الدول زي النرويج وازاي هما بيساعدوا دول أفريقية علشان يتخلصوا من الأمراض والمشاكل البيئية بشكل آمن. وإحنا عارفين إن النرويج فين، ويعني في شمال أوروبا والدول الأفريقية في الجنوب، ومع ذلك كان مهم جدا إن هما يدركوا ذلك. اتكلموا يعني في دول كتير اتكلمت عن التخلص الآمن من النفايات الخطرة وبالذات النفايات الطبية، وكمان التخلص الآمن من نفايات الخطرة في الصناعية، وإزاي دي لو ما حطناهاش في اعتبارنا وحطينا لها محددات قوية جدا وكان في نوع من توقيع العقوبات على الدول اللي ما بتاخدش ده في اعتبارها، لأنه في الآخر يساوي كثير من الأمراض زي أمراض السرطان. الكلام برضو كان مهم جدا عن المبيدات الحشرية والتخلص الآمن من نقلات الأمراض. إحنا بنتخلص من نقلات الأمراض بمبيدات، هل ان احنا بنتخلص من الامراض دي نقلات الامراض دي وما بنسببش امراض تانية؟ ده دول العالم دلوقتي بتدرسه، وازاي ان احنا نوجد مبيدات لنقلات الامراض بشكل بيئي امن. كلنا شايفين ان اعلان شرم الشيخ ان شاء الله في نهايه المؤتمر هيكون يعني رسم، هيساعد دول في رسم السياسات سواء كانت في وزارات الصحه او الصناعه او كل الوزارات المعنيه بالبيئه، هنرسم السياسات بناء على اعلان شرم الشيخ باذن الله. اذا بالتاكيد هناك تنسيق بين وزاره الصحه وبين وزاره البيئه ووزاره الزراعه والوزارات المعنيه او المتشابكه في هذا الامر ربما في فتره التحضير لهذا الملتقى. طبعا احنا عندنا في وزارة الصحة اللجنة العليا للمياه واللجنة العليا للبيئة واللجنة، كل دي لجان مشتركة بيننا وبين وزارة الزراعة والري والبيئة والصناعة، وما بناخدش قرارات منفردة، في تنسيق كامل وتداخل كامل. واحنا لو شفنا خطة مصر 2030 فيها محاور كلها انتجريتد ومتشابكة وأهدافها واضحة وإيه اللي بتعمله كل وزارة عشان تحقق هذا الهدف. حضرنا زملائنا في وزارة الصحة، حضروا مع وزارة البيئة للمؤتمر ده، والنهاردة كان فيه الحلقة النقاش اللي أنا شايفها من أهم الحلقات اللي ينتج عنها سياسات تساعد الدول. أهم حاجة الناس أدركت في الدول المتقدمة إن مش لو حل مشكلته البيئية وما ساعدش الآخر هو برضه هيتضر، وده كان يعني بداية للتصحيح إن أنت تعترف إن أنت لازم تمدي إيدك للآخر.
أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. إذا نحن في انتظار إعلان شرم الشيخ الذي سوف يتضمن الكثير من الملفات التي تهم العالم كما ذكرت وزيرة الصحة. نتابع معكم على مدار اليوم. كانت هذه رسالة الافتتاحية لهذا اليوم الثاني من الملتقى أو مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.